أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا إلى يوم الدين. نحمد الله تعالى أن جمعنا بكم في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد العامر بأهله، طبعا في إطار هذا الحفل البهيج، نصرة ومحبة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبادئ دي بدء أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة في هذا المسجد، يعني اللجنة القائمة على رعاية هذا المسجد بدعوتنا طبعا لتنشيط هذه الندوة في هذه الليلة، فلهم منا جزيل الشكر. ونحن طبعا سعداء أن نأتي إلى هذا المسجد لنلقي بعض ما عندنا من الأمور التي تخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون طبعا في المجلس من له أكثر مما لدينا، فنحن طبعا نستسمح الجميع في أن نتحدث أمامكم. وطبعا هذا يعني تعلما، يعني أن نتعلم جميعا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي طبعا من المفروض أن نكون قد قرأنا عنه شيئا الكثير حتى نستطيع أن ندافع عنه وأن ننصره في إطار هذه الهجمة الشرسة التي يتعرض إليها من طرف الكفار. طبعا لا شك أيها الإخوة أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فان شيء عظيم جدا، وطبعا أن الأمة الإسلامية لها الفضل الكبير ولها يعني كل امتنان أن تنتسب إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم، باعتباره أنه هو النبي الخاتم لجميع الأنبياء، ورسالته طبعا هي خاتمة لجميع الرسالات التي كانت قبله، وكتابه الذي هو القرآن هو خاتمة كل الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل. فالأمة الإسلامية إذن لها الفضل أن انتسبت إلى آخر الرسل، ولها هذا الكتاب الذي هو آخر الكتب الذي جمع كل من خير ما نزل قبل من على الأنبياء والمرسلين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن طبعا هذا أمر مفروغ منه، لنا الشرف وعلينا أن نتباهى بهذا الأمر أننا ننتسب لهذا النبي الكريم ولهذا الدين الإسلامي الحنيف. وطبعا أن غيرة هؤلاء الكفار الذين يتحدثون عن محمد صلى الله عليه وسلم ويحاولون تشويهه بكل ما أوتوا من قوة، هذا طبعا في إطار زحزحة الأمة الإسلامية عن دينها، وفي إطار أو محاولة إبعاد المسلمين عن دينهم وعن محبة نبيهم صلى الله عليه وسلم. طبعا إذا تتبعنا يعني القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، لا شك أننا نجد من الآيات الكريمة ومن الأحاديث النبوية يعني نصوص كثيرة جدا تدل أو تحث الأمة الإسلامية على حب أو على يعني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتباره يعني يستحق منا هذا الفضل، على الأقل أنه استطاع أن يخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور، وهذا طبعا فضل كبير يحترم عليه، ووجب أن يحبه الناس جميعا لهذا الأمر. وأيضا السيرة النبوية أو السنة يعني مليئة أيضا بالنصوص التي تحث على هذا الأمر كما سوف نرى. لا شك أيها الإخوة أن كثيرا من الناس يحتفلون، يعني كثير من الناس قد احتفلوا بهذه المناسبة، يعني مساجد كثيرة جدا وجهات أخرى أيضا كثيرة جدا يعني احتفت برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذكرى مولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مناهج الاحتفال قد اختلفت من طائفة إلى أخرى، طبعا فكل يحتفل بطريقته وكل ينظر إلى طريقته أنها
الطريقة المثلى في الاحتفال، في الاحتفال بهذا النبي وبالتباهي بحب هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن المنهج السليم، المنهج السليم في الاحتفال هو طبعا ما تعلمناه من هذا الدين، هو ما تعلمناه من القرآن، هو ما تعلمناه من الهدى الرباني أو من الهدى المنهاج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضوان الله عليهم لم يحتفلوا بهذه المناسبة، ولكن علموا الناس كيف يحتفلون بالدين، وكيف يحتفلون بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يحتفلون بحب بعضهم بعضا، وكيف يحترم بعضهم بعضا. وهذا كله موجود في حينما نقرأ سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، نجد طبعا ذلك بجلاء. وكل طبعا يدعي حبا لليلى، ولكن ليلى لا تدعي عشقا بأحد، يعني كل واحد يدعي حبه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بطريقته هو، يعني بطريقته الخاصة. ولكن علينا أن ننتبه إلى أمر مهم، وهو أمر السنة النبوية، السنة النبوية. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث أمته على اتباع سنته، وهو الأمر الذي فعله الصحابة ودعوه إليه أيضا، يعني أن نحتفل بهذا الدين، أن نحتفل بالقرآن، أن نحتفل بالسنة، أن نحتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسيرته بما تعلمناه من منهج صحيح. طبعا هذا كله حتى لا نسقط في الفتنة، أو حتى لا نسقط في أمور مبتدعة قد نبتدعها وقد يبتدعها الغير في الاحتفال بهذا الدين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد تسقطنا في الشرك، وهذا مما لا يحبه الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني الله تعالى لا يغفر للإنسان الذي يشرك بالله عز وجل، يشرك معه غيره. وطبعا لعدم بعدنا عن الدين الصحيح ولعدم انتباهنا قد نقع في المحظور، قد نقع في المحظور، قد نقع في الشرك، قد نقع في سوء، في الضلال، في سوء الأمر، يعني بعدم انتباهنا لبعض الأمور التي نفعلها في حياتنا تؤدي بنا إلى هذا الأمر. يعني والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يلقي بالكلمة، لا يتفوه بالكلمة لا يلقي لها بالا، تهوي به، تهوي به في جهنم 70 خريفا. وهذا من الأمور التي لا ننتبه لها في كلامنا، في حياتنا، في تعاملنا مع الغير. فإذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي يعني أمر مفروغ منه، ماشي نقول أنه أمر مطلوب من المسلم بقدر ما هو يعني قد يكون فرضا على كل واحد منا أن نحب هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من غير المعقول أن نحب شخصا ونحن ألا نحب شخصا ونحن نتبع سيرته وسنته، أو سيرته ومنهجه، منهجه هو المنهج الصحيح في الحياة، فهذا لا يعقل. إذن يعني حتى نكون يعني مستقيمين في مع منهجنا الدين الإسلامي ومع حياتنا، علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة تفوق محبة أبنائنا ومحبة مالنا ومحبة بعضنا البعض، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم في الحب، مقدم في الحب، يعني هو الذي يستحق منا الحب الأول، ثم بعد ذلك تأتي النفس أو يأتي الأبناء أو يأتي المال أو ما إلى ذلك من أمور. وكان هذا هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم، يعني منهجهم في الحياة. طبعا يعني في إحدى المعارك قبض المشركون، يعني قريش قبضت على زيد بن الدثنة، وهو صحابي رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبض عليه يعني في حرب من الحروب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قريش يعني مع الكفار. فطبعا أخذ زيد ليقتل، يعني أخذته قريش إلى المكان الذي سوف يقتلونه فيه،
يعني قبل قتله حاولوا أن يراودوه، يعني حتى يرجع على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يرجع عن هذا الدين إذا أراد أن لا يقتل. فجاء أبو سفيان وقال له: يا زيد، أتنظر أن محمدا الآن مكانك عندنا وأنت حر طليق في أهلك؟ يعني قالوا له: واش تشوف أن الآن كان محمد معانا الآن، أتنظر أن محمدا عندنا الآن نضرب عنقه وأنت حر في أهلك؟ يعني بحال. فقال زيد رضي الله عنه: والله إني لأنظر الآن إلى محمد وهو في المكان الذي يوجد فيه تصيبه شوكة وأنا في أهلي مرتاح. يعني ماشي عاد راني عندكم، ولا الآن أنا راني عندكم بين أيديكم، وكنفكر أن محمد صلى الله عليه وسلم في المكان الذي فيه تصيبه شوكة، تؤديه شوكة راها تؤثر فيا، عاد ماشي أنني نرجع عن ديني ويكون محمد في مكاني. وطبعا هذا نوع من حب هذا الدين ونوع من حب الصحابة لمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني رغم أنه يعني في البلاصة اللي غادي يقطعوا فيها راسه، ومع ذلك لا يريد أن تصيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم شوكة حتى وهو بعيد عليه. فاحتار أبو سفيان، يعني راودوه بكل الطرق فلم يرجع عن محبة نبيه وعن حب دينه، ولذلك قال بعد ذلك أبو سفيان قولته الشهيرة: والله إني لم أرى من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وزيد بن دثنة يعني نموذج من الصحابة الآخرين الذين وقع لهم هذا الأمر، الذين وقع لهم هذا الأمر. أيضا إذا رأينا في سيرة الصحابيات من النساء، وهي الصحابية يعني بنت عمار، يعني المشالي نعم، يعني في غزوة أحد، في غزوة أحد نعم، نسيبة بنت عمار نعم اليزيدية، في غزوة أحد، يعني تعلمون جميعا حينما تقرؤون غزوة أحد، وهي الغزوة التي جاءت مباشرة بعد غزوة بدر، والتي أراد فيها المشركون أن ينتقموا من المسلمين، يعني لانتصار المسلمين عليهم في غزوة بدر. وجاءت هذه الحرب طبعا بسرعة، يعني حبا في قريش أن تنتقم من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك كثير من القرشيين يعني كخالد بن الوليد كانوا لا يفضلون الحرب، يعني أن تأتيها غزوة أحد بهذه السرعة هذه، لأنها لا جدوى من الانتصار، يعني كما قال خالد بن الوليد لقريش: يعني وخبغ إن تنتقموا لكم إنكم لن تنتصرون على أناس يحبون نبيهم ويحبون إسلامهم ويحبون مبدأهم. وطبعا أن الذي كان دفع في هذه الحرب السريعة في غزوة أحد هي هند، طبعا لماذا؟ لأنها كانت تريد أن تنتقم لأبيها ولأبنائها الذين قتلوا في غزوة بدر، وسيدنا حمزة رضي الله عنهم والذي قتلهم، فكانت تريد يعني إذا انتصرت قريش أن تنتقم هند من حمزة رضي الله عنه. فدخلوا هذه الحرب، ولكن يعني كان النصر حليف المسلمين، يعني بسرعة البرق أيضا انتصر المسلمون في بداية الغزوة في غزوة أحد. ولكن الذي وقع بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الحرب، قبل بداية الحرب في غزوة أحد، كان قد وضع بعض الرماة، يعني في حدود 50 أو 60 رجلا من الرماة، يعني قال لهم: ثم غادي تلقاو في على الجبل، يعني وقال لهم يعني لا تنصرونا، احموا ظهورنا، ما تنصرونا سواء رأيتمونا ننتصر أو ننهزم، ما تعاونوناش، واخا تشوفونا منتصر ولا منهزمين، قعدوا نتوما غير في هذا الجبل تحموا ظهورنا، ما تخليوش قريش تجي من ورائنا.
ولكن هؤلاء الرومة حينما رأوا الجيش الإسلامي قد انتصر بسرعة وقريش بدأت تفر، يعني عناصرها وأفرادها بدأوا يفرون راجعين إلى مدينتهم، يعني هؤلاء الرومة قالوا يعني ما بالنا ننتظر في هذا الجبل، المسلمون قد انتصروا، فهيا بنا نشارك إخواننا فرحة الانتصار. وطبعا أنهم حينما أرادوا النزول يعني أميرهم وزعيمهم يعني ذكرهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم أودي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا ألا ننزل سواء في حالة الانتصار أو الانهزام. فقالوا له الآن قد انتهت الحرب، قد انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني نزلوا كل الجنود نزلوا، بقي 10 يعني الزاعم اللي هو زيد معه 9 من الناس من الرجال الذين بقوا. طبعا خالد بن الوليد لأنه كان يرفض هذه الحرب من مبدئها لم يدخل مع قريش في الحرب، يعني في بداية الأمر ما دخلش، يعني هو كان على رأس واحد الجيش آخر كان يجوب ضواحي المدينة. منين وقعت الحرب في الأول ما دخلش فيها خالد بن الوليد، ولكن حينما رأى بأن قريش فرت يعني تهوى أمر جيشه بأن يعود. في ذلك الوقت اللي كان راجع وهو كان كيحوم في ضواحي الجبل أحد في وقعة الحرب، رأى هؤلاء الرومة وهم يعني يتصارعون إلى النزول يغادرون أماكنهم. وكان طبعا خالد بن الوليد داهية وذكيا جدا في الحروب، وهذا الأمر يعني كان عنده في الجاهلية، ونفس يعني استغله حتى حينما دخل إلى الإسلام، يعني ادى واحد طريقة جديدة ومنهج جديد في الحرب استفاد منه المسلمون. طبعا يعني شاف هذوك الناس كينزلوا فأمر جيشه بالانتظار، يعني حتى هبطوا كاع هذوك بقاو غير هذوك العشرة، فيعني ذهب مع جيشه من الوراء، فيعني جاوا لذاك الجبل ولقاو ذوك العشرة قتلوهم بعشرة بهم، ثم غاروا على المسلمين من ظهورهم، والمسلمون يعني منشغلون في الاحتفال في ما بينهم، يعني واحد يبارك للآخر يعني هذا النصر السريع وهذا النصر الكبير على قريش، يعني باغتهم خالد بن الوليد. فوقعت الفتنة في أوساط المسلمين، وطبعا أن الإنسان ما كتجي على غفلة غير عليه على غفلة، وطبعا أن قتل من قتل من حتى ذوك قريش اللي كانوا غاديين من شافوا خالد بن الوليد دخل الحرب، يعني رجعت قريش كلها لتساند خالد بن الوليد، لأن عارفين راه إلا دار شي حاجة راه متأكد منها، قريش عارفة خالد بن الوليد إلا دار شي حاجة فهو متأكد من النصر. وطبعا رجعت قريش فساندت خالد بن الوليد، فوقعت الفتنة في وسط الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتعرفوا يعني هذه هي الحرب التي كانت يعني فتنة، فيها فتنة كبيرة جدا وابتلاء كبير جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ضرب في ساقه الأيمن ثم في ساقه الأيسر، وتشقت يعني ديك القبعة نتاع الحرب ديالو، ضربت على زوج تقسمت على زوج، وكسرت يعني السن ديالو وحتى أغمي عليه، ووجد المشركون فرشة لقتله، لكن القلة القليلة من المسلمين من الصحابة يعني كانوا يحومون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون قريشا ويحاربونها بكل قوتهم دفاعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته لا تستطيع. وكان يعني الناس من قريش يعني زعماؤهم ينادون بأعلى صوتهم أنها الفرصة المواتية لقتل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله يعني كان يريد أمورا أخرى فأغمي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في هذا الإطار هذا نجيب يعني القصة ديال نسيبة رضي الله عنها، يعني كانت مهمتها في الحرب هي أن تسقي الجيش الإسلامي، ولكن منين وقعت هذه الفتنة، من وقعت هذه الفتنة يعني رمات ذاك الماء وهزت السيف من الأرض تاع شي واحد يعني كان قد قتل، وبقت تحوم حول النبي صلى الله عليه وسلم تدافع عنه. وطبعا أنها هي ابتليت ابتلاء شديدا في هذه الغزوة، ضربت يعني قصتها شي رمح في عنقها، وضربت في رجلها اليمنى، وضربت في يدها اليمنى، ومع ذلك بقت هزة يعني تحتمل ذلك الوجع وكتدافع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم من انفاق من ديك الغيبوبة اللي وقعت له قال لهم والله كنت حينما أنظر إلى اليمين أرى نسيبة، وإذا نظرت إلى اليسار نشوف نسيبة، وإلى الأمام نشوف نسيبة، وإذا نظرت للخلف نشوف نسيبة،
يعني شوفوا امرأة يعني كيف كانت تحوم حول النبي صلى الله عليه وسلم لتدافع عليه. اللي قرب من قريش كت غير كتضرب داك السيف ديالها، واستطاعت يعني ان تقتل يعني رجالا كثيرين من 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 قريش يعني بسبب يعني صبرها وعزيمتها وارادتها في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في دعائه يدعو معها يعني قال يعني قال يعني يمجد نسيبه وعائلتها، يعني أهل يعني يمجد يعني هذه، وسمعته هي وما قنعتش بذاك، لأن الآن هي عندها الفرصة لكي تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء، يعني ما قنعتش بذاك التمجيد اللي مجدها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله ادعو الله لنا أن نكون رفقاؤك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقالت نسيبة من سمعت هذا الدعاء قالت والله لن أبالي بعد ذلك بما يصيبني، يعني لا أبالي في هذه الحياة لأن الآن ضمنت يعني الأمر ديالها، يعني ما يبتغي إليه الإنسان قد وصلت إليه نسيبة وهي في حياتها، وهي أن تكون وأهلها وأبناؤها وزوجها رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فكانت لا تبالي في حياتها بعد ذلك. يعني نسيبة لماذا فعلت هذا؟ لا شك أنه فعلته حبا في هذا النبي، يعني تموت هي وما يموتش هذا النبي. علاش؟ لأن مازال ما كملش الرسالة دياله، يعني هكا كان يفهم الصحابة، يعني يموتوا هما وما يموتش النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاء برسالة ووجب أن ينهي هذه الرسالة. وهو ما وقع أيضا لأبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر حينما خرج في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مهاجرين إلى المدينة المنورة، يعني من اللي كانوا غادين في الطريق مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش أبو بكر غادي في نفسه في بلاسته مع النبي غادين هكاو، كان أبو بكر يعني كيدور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني غادين في الطريق ويدور، يعني ما مرتاحش نفسيا، ما مرتاحش في الطريق، لأن قد تباغت النبي صلى الله عليه وسلم ضربة مفاجئة فتصيب النبي صلى الله عليه وسلم فتقتله، يعني هذا اللي كان يفكر فيه أبو بكر رضي الله عنه. فكان يدور على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إلا جات شي ضربة مباغتة تقيسه هو وما تقيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شوف يعني حب للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى راحة النبي وعلى حياته، يعني هو مشى يعني في ضيق من أمره، ما خارج يعني كأنه يحمل جبل أحد فوق ظهره، يعني حتى وصلوا على خير وسلام. وأيضا هو هذا الأمر تحب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل علي رضي الله عنه ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة. وعلي رضي الله عنه يعلم المخاطر من منامه في، علاش؟ لأن قريش قد كانت قد أعدت شبابها يعني الشجعان، يعني وجاءوا من كل قبيلة بأشجع شبانها، يعني الشجاع ديال كل قبيلة جاءوا به وقالوا لهم غادي انتم تدخلوا على محمد صلى الله عليه وسلم وهو نائم وتضربونه ضربة رجل واحد. علاش؟ باش من يتنوض القبيلة ديال محمد صلى الله عليه وسلم ولا العائلة ديالو يبغيو ينتقموا لا يستطيعون أن ينتقمون من كل القبائل، يعني كل قبيلة جابت واحد كلهم غادي يشاركوا في قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عائلة النبي صلى الله عليه وسلم أو قبيلته لن تستطيع أن تنتقم من كل هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصى عليا أن يبيت في فراشه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا ودخل هؤلاء فلم يجدوا إلا عليا. وعلي كان يعلم هذه المخاطر ولكن مع ذلك ضحى بنفسه من أجل حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا عبر عنه يعني الصحابة أبو بكر وغيره عبروا عليك يعني علاش كديروا هذا الشيء. فقالوا يعني أننا إذا متنا، أبو بكر قال لهم إذا مات أبو بكر فهو أبو بكر غيب وحده، إذا مات أبو بكر فهو أبو بكر، ولكن إذا مات محمد ماتت الأمة وماتت الرسالة ومات هذا الدين ومات كل شيء. فلذلك كانوا حريصين كل الحرص على أن يضحوا بأنفسهم ويفتدوا
محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني هكذا كان يفهم الصحابة، هكذا كان يفهم الصحابة يعني حبهم لدينهم وحبهم لمبدئهم وحبهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم. إذن حتى نكون معهم في نفس المنهج علينا أن نسير على سيرهم وأن نسير على منهجهم. هم حبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وضحوا به، ضحوا بحياتهم وافتدوه بأموالهم. أما إذا تكلمنا على مجال المال فهذا طبعا يعني مجال آخر، احنا الآن كنتحدثوا غير على التضحية بالنفس، يعني كيفاش كانوا يضحيوا، وإلا أن نتحدث عن تضحياتهم رضي الله عنه في الجانب المالي فهذا يعني شيء آخر. يعني على الأقل أن هذا الدين الإسلامي قد قام بمال أبي بكر رضي الله عنه وبمال عثمان وبمال علي، وهذا طبعا مجال آخر من التضحيات بواسطة المال الذي هو يعني عنصر مهم جدا في الدعوة الإسلامية وفي التبليغ طبعا إلى هذا الدين. فإذا يعني حتى نسير على نهجهم رضوان الله عليهم علينا أن نقتدي منهجهم ونقتدي سيرهم، يعني في أن يكون على الأقل حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم ظاهرا، يعني ظاهرا كما كان ظاهرا في حياة الصحابة. يعني كانت كل حركة من حركاتهم تنطق بهذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن في واقعنا لا نرى ذلك يعني حتى في أنفسنا. يعني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم على مسامعنا فلا نتأثر، والنبي صلى الله عليه وسلم كيقول لنا إذا ذكر يعني سميتي إذا ذكرت قدام الناس فقولوا صلى الله عليه وسلم. احنا راه كثير منا يعني حتى هذا الأمر ما يذكر على مسامعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نقولوش صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا مظهر من مظاهر يعني الانهزام، يعني مظهر من مظاهر الانهزامية التي وقعت لنا في حياتنا هذه، وهذا كله طبعا يعني ببعدنا عن هذا الدين، لأننا ابتعدنا يعني الحقيقة أننا ابتعدنا كثيرا عن الدين وابتعدنا كثيرا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وظهرت في حياتنا مناهج أخرى، مناهج أخرى كما ذكرت في بداية هذا الدرس، يعني ظهرت مناهج أخرى فبدأ الناس يتكالبون على بعض المناهج الأخرى رغم أنها مناهج فاسدة في الاتباع ومناهج فاسدة في أمر الدين، ومع ذلك تكالب عليها كثير من الناس نظرا لإعجابهم بأناس بأموالهم، بعضهم يعد يعني حبه لملذات الدنيا وشهواتها، فكل يعني يتبع هواه، يعني كل واحد كيتبع الاتجاه اللي على حسب الهوى دياله. الذين يحبون الدنيا وشهواتها وأموالها غادي يحبوا يتبعوا مبدئيا يتبعوا المنهج اللي فيه هذا الأمر الشهوات والمال وما إلى ذلك من بداخ وضلال، لا يهمهم أن نتحدث في الحلال والحرام بقدر ما يهمهم أن يكتسبوا أموالا أن يكتسبوا أمورا في حياتهم أو بعض المميزات يعني في حياتهم. والذي أيضا منهجه وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كيتبع هذا المنهج يعني بكل الطرق، ولا شك أن الصحابة قد وصلوا إلى هذا الأمر بتعاملهم الحقيقي بالقرآن الكريم. يعني كل هذا الأمر اللي ذكرناه عن الصحابة وغير ذلك من القصص كثير جدا، يعني هو أمر ديال واش حنا متعلقين بالقرآن نستفيد من قرآننا ولا هو كتاب نقرأه وفقط. يعني الأمر يختلف، ما نراه عندنا يختلف كثيرا عما كان عند الصحابة رضوان الله عليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كانت تنزل عليه الآية أو الصورة كان مباشرة يجي عند الصحابة يبلغهم بما نزل من عند الله من آية أو من صورة، يحفظها لهم يذكرها لهم ويحفظها، ثم بعد ذلك يبدأ بمدارستها معه. وهذه المدارسة والتدبر شيء مهم جدا، لأن في ذيك المدارسة اللي كيدرسها معهم طبعا لا يفسرها لهم. يعني حينما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
لا نجده قد فسر القرآن كله لأصحابه. ما كانش هذا هو المنهج دياله، المنهج دياله ما كانش يفسر كل، ولكن كان يدرس معهم الآيات التي نزلت أو الصورة يستخرج منها المجال العملي. يعني ما كانش يفسرها لهم يقول لهم هذه معناها كذا، إن جاءت للنصب وأنا جاءت للمتكلم والأخرى للمخاطب. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقف عند أهم الأمور وهو المجال العملي، لأن هذا هو اللي مهم، هذا هو اللي مهم عندنا في الدين. يعني لا شك أننا كنقراو بزاف على هذا الدين، ممكن كنلقاو الناس اللي قارين مليح على الدين وعلى الشريعة، ولكن منين نجيو للمجال العملي كنشوفوا مسائل أخرى. وهذا هو اللي كان بين خلال يعني الفرق ما بيننا وبين الجيل الأول وجيل العلماء طبعا الذين جاءوا بعدهم. يعني نماذج من العلماء اللي كنشوفوا السيرة ديالهم بحال سيرة الصحابة، يعني هذا هو الأمر اللي أنهم يقفون عند القرآن يستخرجون منه المجال العملي. لأن ماشي غير نفوتنا على القرآن نقول الزنا حرام والشراب حرام والسرقة حرام ومعاملة الغير خصها تكون كذا وكذا، يعني ما يعني بقدر ما أننا نقعدوا ندبروا هذا، نستخرج هذه الآيات التي فيها الحلال والحلال والحرام ونتدبرها وندبروا يعني كيفاش جات منذ زمن، كيفاش نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل معها الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بقى كاين مسألة الخمر مثلا، يعني نزلت بالتدرج، علاش؟ لأن الناس كانوا قد اعتادوا يعني شرب هذه الخمور يعني بأنواعها التي كانت تصنع عندهم، ولذلك يعني حتى الخمر نزل بتدرج، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابه بتدرج حتى وصلوا للتحريم النهائي، يعني حتى فصيل فيه. ماشي عاد حنا الآن نبقاو نقولوا لا والتدخين، لا التدخين راه ماشي بحال المخدرات، والتدخين يعني فيه المكروه وفيه كذا وفيه، يعني الأمر الذي فصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني فصل فيه، يعني جات يعني التحريم جاء بالتدرج. فإذا احنا ماشي غادي نقولوا حتى حنا نديروه بالتدرج، احنا ما نديروش بالتدرج، احنا صافي قالنا حرام حرام، ما نبقاوش عاد نبحثوا على المبررات واش التدخين بحال، لأن القضية احنا نشوفوا المسائل التي تؤدي يعني الإنسان. يعني الله عز وجل حينما كرم هذا الإنسان يعني كرمه على غيره من الحيوانات وأعطاه العقل، يتميز الإنسان وكرم الإنسان بهذا العقل لكي يفكر به ويصل إلى ما هو صحيح ويصل إلى ما هو فاسد. فإذا من يتعامل مع القرآن بهذه الطريقة، وطبعا بما أن هذا الإنسان هو مكرم عند الله عز وجل، يعني قاع الأمور التي تؤديه وجب أن يبتعد عنها، الله عز وجل قاع يبعد عليه كل الأمور التي تؤديه. وحنا نجيو قاع من تحت مثلا نبداو بالتدخين، نبقاو عاد نقولوا لا التدخين راه بعضهم بعض الفقهاء كانوا يدخنوا وقالوا هو مكروه، وقالوا حنا ما نشوفوش، لأن الناس هذا الإنسان، حنا ما عندناش القدوة في الإنسان إلا طبعا إذا كان معروفا ب صدقه وإخلاصه وعلمه و ولكن باش نقولوا لا العالم الفلاني كان يدخن، إذا فالتدخين فيه كلام، يعني ماشي. فهذا قد يكون ذلك العالم أو ذلك الفقيه لم يصل إلى شيء من الأمور، ولكن احنا نشوفوا الأمر، يعني الإسلام يحثنا على أن ننظر إلى الأمر، إلى كل الأمور من زاوية أنها واش تؤدي الإنسان ولا لا تؤديه، لأن كل الأمور التي في صالح هذا الإنسان يراها مزيانة، واللي تخرج عن مصلحته يراها ماشي مزيانة. هكذا يعني حتى عائشة حينما سئلت يعني كيفاش نتعاملوا مع الأمور، قالت لهم أودي كل الأمور ديالكم قيسوهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن وعلى سنة النبي، فإذا وافقت القرآن ووافقت السنة فهي راها مزيانة لكم، وإلى خالفت القرآن فابتعدوا عنها، يعني بكل بساطة. والقدوة ديالنا هو القرآن. فإذا احنا من نشوفوا مثلا غير الدخان فهو طبعا مؤدي، على الأقل على احنا ما ننظروش كاع أنه كيفاش يؤدي الصحة، ولا لأن هذا مجال تاع الطب واللي يتكلموا فيه أهل التخصص هما اللي يبينوا مخاطره على جسم الإنسان، ولكن احنا غير نشوفوا هذا الدخان
واش ماشي هو العقبة الأولى يعني الدخان هو العقبة الأولى إلى المخدرات بكل أنواعها يعني بشوية بشوية، لأن الإنسان من يبقى يدخن ما يقنعش يقول لك خصني نجرب مسألة أخرى، ويبقى متسلسل شوية شوية هو مع المخدرات بكل أنواعها، شوية راه مع هذه شوية مع هذه شوية مع هذه، حتى يولي مدمن حتى ينتقل إلى الشراب. فإذا يعني شوف واش هذا ماشي واش الدخان ماشي من المضرات للإنسان بهذه الطريقة هذه وبهذا التدرج. فإذا هذا مثال فقط يعني كيف نتعامل مع أمور ديننا. يعني احنا عندنا الدواء في القرآن، المفروض أن هذا القرآن يكون هو يعني هو الموجه ديالنا، لا ننظر لأحد، خصوصا في هذا العصر الذي نعيش فيه. يعني وقعت الأمة الإسلامية الآن تتقع في فتنة كبيرة، وطبعا يعني هؤلاء يعني العالم كله يحاول أن يحارب هذا الدين، والناس كلها تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحارب القرآن. هل اللي بغوا يبدلوا لنا القرآن، بغوا يجيبوا لنا الفرقان الحق. يعني هذه كاع أمريكا راه دارت لنا قرآن يعني ما عجبهاش ديالنا، ودارت لنا هي قرآن باش نتبعوه، وفتنوا الناس يعني لقاوه في الانترنت، وبقاو الشباب غير كي تما بقاوش يفرقوا ما بين الآية الصحيحة والآية اللي في هذا الكتاب، لأن أصلا حنا لا نحفظ كتابنا حتى نأمنوا على أنفسنا. وهل اللي يهضر في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل اللي يرسمه بأبشع الصور، هل الذي يتحدث فيه بأبشع الحديث. وطبعا الأمة الإسلامية لا تحرك ساكنا، علاش؟ لأنها باقية مزعزعة. يعني الكفار يعني استطاعوا أن يزعزعوا حتى الإيمان ديالنا بهذا النبي، واستطاعوا أن يزعزعوا فينا يعني إيماننا بحبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وحبنا لقرآننا، وحبنا لديننا، وبقينا غير كنتبعوا الأمور. فيعني المنهج الصحيح هو أن نرتبط بهذا القرآن، يعني هذا هو الدواء لكل الناس، يعني أن نرتبط بالقرآن ارتباطا وثيقا بقراءته بفهمه بتدبره، ثم أن نعمل به، يعني أن نعمل به. وهذا هو الجانب الذي ينقص الأمة الإسلامية الآن، الجانب العملي ما عندهاش، لأن من قعدوا نهضروا ونتناقشوا راه كل واحد فينا يدلي بما عنده، هل عنده القليل هل عنده الكثير. ولكن حينما نخرج للمجال العملي وهذه هي الطامة الكبرى والكارثة عند الإنسان المسلم. فإذا علينا أن نرتبط بهذا القرآن بكل قوتنا، وهكذا كان الصحابة وكان يعني العلماء فيما بعد. فلذلك حينما نرتبط بقرآننا حفظا وتدبرا وقراءة وتلاوة وترتيلا وعملا، يعني لا يستطيع أحد أن يؤثر فينا بكلامه، لأن إحنا ما كنعرفوش على الإسلام بزاف، ما كنعرفوش على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هذا النبي الذي ندعي حبه، يعني بماذا نحبه؟ يعني هي أقل أبسط الأشياء كيهضروا فيه الناس ويوقع عندنا شك، كثير من الناس كيوقع لهم شك. علاش؟ لأنه مقارين سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي بها يستطيعون أن يفصلوا الحق من الباطل. إحنا حتى هاد المسلمين اللي راهم يدافعوا على رسول الله، كيدافعوا عليه غير أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الدفاع الحقيقي وهو أن نقرأ سيرته، أن نعرف من هو هذا النبي صلى الله عليه وسلم، من هو هذا الشخص. راه أبسط الأشياء إحنا ما نقدروش نجاوبوا عليها، غير كسميته وكسميت باه وكسميت مو وفوقاش زاد، يعني هذه أبسط الأشياء. أنا نقول لكم الإخوة راه بالتجربة إحنا ما نعرفوش نجاوبوا عليها، وراه وقعت في أكثر من مكان، وهذا راه لا يعقل، هذا لا يعقل. يعني هذا يعني كأننا نتلاعب بهذا الدين. واش ملي ما نعرفوش حنا شكون سميت محمد صلى الله عليه وسلم، سميت مو ولا سميت باه ولا فوقاش زاد وفوقاش بدات الدعوة، يعني كيف ندعي حنا حب هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ يعني كيفاش غادي نقول الله عز وجل أننا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يوم القيامة من يسألنا الله عز وجل واش تكتو ديرو واش حبيتو رسول الله، بماذا يطلب من الله عز وجل الدليل على حبنا لهذا الدين وحبنا؟ يعني واش نجاوبو ونقولو له حنا ما كناش نعرفو تسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسميته حنا لو كنقولو غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكون هو هذا رسول الله؟
واش تسميته فوق الزاد يعني الرعاية الإلهية التي تولاته منذ صغاره، يعني بعض الأمور التي وقعت في ميلاده، الأمور اللي وقعت من مشى لديار بكر للرضاع، هذا الشيء كله. ولكن الكفار يعرفونه حق المعرفة. أنا أقول لكم الإخوان، هذه الإساءة للنبي ما جاتش عن فراغ، يعني حتى عرفوا شكون هو هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيفاش عندهم وما كيفاش أن كاع المسلمين يتبعون منهج هذا النبي، واخا ما نعرفوش على الأقل أننا نتبع، يعني شكون هذا، يعني فقرأوه، قرأوه يعني بحثوا عليه وقرأوه وعرفوا مليح شكون هو، عاد بداو كيضربوا فيه. وهذا طبعا من منهج الكفار ومنهج المستشرقين، يعني حتى المستشرقون قديما من كانوا يهضروا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحاولون إبطال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي غير يبقاو يقولوا لنا السنة النبوية ماشي غير هضرة، هذا كلام بشر، لا راه قراوها. قلت زهير هذا من أكبر المستشرقين، راه مشى لمصر، مشى للقاهرة، يعني شوف الإرادة ديال الإنسان الكافر من يبغي يضرب الدين، مشى سمح كاع في الخدمة ديالو، سمح كاع في الشغل ديالو، ومشى للقاهرة وتعلم اللغة العربية حتى أصبح يجيدها أحسن من أهلها، وقرأ الحديث النبوي، قرأ الحديث حتى أصبح محدثا في نظر الناس، يعني كثر من المسلمين. وثم بعد ذلك عاد بدا يختش في الأمور، بعض الجزئيات اللي توصلوا إلى ضربه، وصل إلى مسألة أبي هريرة كيفاش أنه سلم في السنة السابعة وهو الراوي الكبير وكذا. وطبعا أن يعني الحديث يعني يطول في هذا المجال، يعني حتى أترك الفرصة للأستاذ وقد أخذنا الوقت، أعتذر عن هذه الإطالة، أترك الفرصة للأستاذ يعني الخضر سحوط، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.